الأعداء من الداخل ومن الخارج بتربصوا بينا. طيب دارين مننا شنوهم؟ قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. دايرنكم تكفروا زيهم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الخلاصة عندنا أعداء برا، ولكن الأعداء من خارج الملة اكتشفوا إن الإسلام لا يمكن أن يحارب إلا من الداخل. ما بتقدر تحارب الدين الإسلامي ده من برا. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة ألا يهلكها الله تعالى بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح بيضتهم. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الأعداء البر من اليهود ومن النصارى اكتشفوا إن الإسلام لا يمكن يحارب إلا من الداخل، عشان كده صنعوا لنا ناس بيتكلموا باسم الإسلام ودارين يحاربوا الدين من الداخل وعاملين فيها مسلمين. وإذا لقوكم قالوا آمنا، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. دل العاملين فيها قدامنا مسلمين، وبورا بيتربصوا مع ناس برا البلاد الإسلامية من الكفرة. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ديل بأزوم الشياطين من برا، الكفار زيهم من برا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في ناس من برا بيؤذوهم عشان يطعنوا في الدين من الداخل، وعشان يحاربوا إسلامنا من جوا يتبنوا أفكار الكفار يدخلوها لنا باسم الإسلام. وده الحاصل الليله.